السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنكمل مع بعض حل كتاب A Week is Enough سنه تانية اعدادي الترم الثاني 2024. الكتاب الاضافي اللي جاي مع كتاب الشرح كتاب المعاصر. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. خدنا الجزء الاول من اول الكتاب لغايه 38، شرحنا كل القواعد، قرينا اهم الكلمات، والنهارده بنكمل دي 4 اليوم الرابع بيج 39 صفحة 39 day 4 اليوم الرابع general exercises تدريبات عامة collected مجمعة from subject book and work book من كتاب الطالب وكتاب التدريبات. نبدأ بأسئلة على unit 7 choose اختار نقط means websites مواقع إلكترونية and apps وتطبيقات that allow people بتسمح للناس to talk to each other يكلموا بعض يبقى ايه؟ سوشيال ميديا. ايه معنى سوشيال ميديا؟ وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا انفورميشن معلومات لا، ادكشن ادمان لا، تكنولوجيا تكنولوجيا لا، يبقى سوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي. If you not enough money you should buy this mobile. It is very cheap. لو معاك فلوس كفاية انت ينبغي عليك ان تشتري هذا الموبايل. ده هو رخيص. يبقى if you have لو لديك فلوس كفاية. She handed me one نقط so I could listen to. يبقى هي أعطتني حاجة أنا قدرت أسمع كويس. طبعا listen يعني يسمع، يبقى هيدفون سماعة. طبعا آب تطبيق لأ، موتور بايك دراجة بخارية لأ، هليكوبتر طبعا لأ. Sitting in the sun يعني الجلوس في الشمس. For half an hour لمدة نص ساعة. نقط me warmer خلاني أكثر دفئا، يبقى made me warmer. made make المضارع والماضي بتاعها made. In your opinion في رأيك. What is the most important نقط the mobile phone or the plane الموبايل ولا الطيارة. يبقى في رأيك إيه أهم اختراع. What is the most important invention ايه اهم اختراع. طبعا invitation دعوة لا، speed سرعة لا، shopping تسوق طبعا ما تنفعش. يبقى invention هنا بمعنى اختراع. Do you think هل تعتقد it is easy هل من السهل to not from Arabic into English to translate ان انت تترجم من عربي لانجليزي. Eating many sweets اكل الكثير من الحلوى is bad bad for you. يبقى bad for دار لي دار ليك او سيء ليك. bad at سيء في شيء، لكن bad for دار ليك او سيء ليك يبقى bad for. the manager المدير was angry كان غاضب when he found لما هو اكتشف when he found out found out اكتشف the truth الحقيقة. they نقط loudly when their friend told them a joke لما صديقهم أخبرهم نقطة نكتة يبقى they laughed ضحكوا بصوت عالي. during COVID 19 أثناء فيروس كورونا اللي هو كورونا فيروس ديزيز 19 people not at home الناس قعدت في البيت to protect themselves عشان يحموا نفسهم يبقى people stayed at home يبقى stayed at قعدوا أو أقاموا في البيت. Page 40 صفحة 40 If you feel tired لو انت بتحس ان انت تعبان You not have a rest يبقى you should ينبغي عليك ان تأخذ راحة should not you have a problem You should tell your parents لو عندك مشكلة اخبر والديك. هنا يا اما اقول if يا اما اقول when يبقى when you have a problem عندما يكون عندك مشكلة بلغ والديك قول لهم. When it is running لما الدنيا تشتي you should not at home القاعدة بتقول لي should بيجي وراها المصدر should بيجي وراها المصدر يبقى should stay الفعل بدون إضافات يبقى you should stay لازم تقعد في البيت. When it is hot لما الجو يبقى حار you not drink much water you should ينبغي أن تشرب الكثير من الماء you should drink much water. What ده سؤال. What not if there is a new student at my class السؤال بحط استفهام فعل مساعد او ناقص ثم فاعل يبقى اي الاثنين دول غلط ما ينفعش.
عشان صيغة السؤال مش كده، مش بحط أليس فاهم ثم فاعل، بحط أليس فاهم ثم فاعل مساعد أو ناقص. يبقى what should I do؟ طب ليه مش doing؟ عشان should والفاعل والمصدر، should والفاعل والمصدر، والفاعل do. You should، should قاعدة سهلة جدا من الأفعال الناقصة اللي بيجي معاها الفعل في المصدر. يبقى you should wash، ينبغي أن تغسل. Your hands، يديك، with water and soap، المية والصابون. When you come، لما تيجي. People should wear heavy clothes. هنا if بمعنى إذا أو لو. هنا should أو shouldn't، يبقى هنا مضارع. يبقى الناس ينبغي أن يلبسوا ملابس تقيلة if it is cold، لو الجو يكون بارد. ما ينفعش has، ما ينفعش أقول لديه إنه يكون، يعني إنه لديه بارد، ولا إنه يكون بارد، إنه يكون بارد. يبقى verb to be بمعنى يكون. في المضارع أقول it is. نقط، you have a headache، you should go to bed. يبقى if لو عندك صداع لازم تنام أو تذهب للفراش. If you have a headache you should go to bed. نقط، tell my teacher if I don't understand. ده سؤال. يبقى هل ينبغي أن أخبر المدرس؟ سؤال تبقى should I، الوحيدة اللي تنفع should I والمصدر. I should دي لو جملة عادية، ده سؤال. يبقى هل ينبغي أن أخبر المدرس if I don't understand؟ لو أنا مش فاهم أقول له yes you should. You should help your mother، ينبغي أن تساعد أمك. With the housework، في أعمال المنزل. when، أدي when، وأدي should والمصدر، يبقى دي مضارع بسيط. يبقى when she is tired، لما تكون هي تعبانة. when she is tired يبقى هي تعبانة ساعدها. طبعا مش هقول isn't، يعني لو هي مش تعبانة الأفضل هنا is مش isn't. السؤال أو اليونت 8 الوحدة التامنة، هنا بيقول لي it was not easy for him، ليس من السهل ليه، ليس من السهل to join the school not team. يبقى هو من ليس من السهل أن يلتحق بفريق ألعاب القوى المدرسي. يبقى أقول إيه؟ athletics، ألعاب القوى دي الوحيدة اللي تنفع. I liked that cake، أنا حبيت الكيكة. واحد حب حاجة يبقى it was delicious، لذيذ. football أو لذيذة، football is very أكيد popular، هي محبوبة منتشرة all over the world، في جميع أنحاء العالم. page 41 صفحة 41. he doesn't enjoy eating، هو لا يتمتع بأكل. نقط، foods، هو ما بيحبش ياكل او لا يتمتع باكل ايه، هتبقى spicy foods دي الوحيدة اللي تنفع، ليه الاطعمة اللي فيها توابل كتير. tasty يعني لذيذ او مذاقه حلو، delicious لذيذ، nice جميل، لا هي spicy. it's healthy، من الصحي. to eat نقط، products، to eat dairy products، ان انت تاكل منتجات فيها البان. diary مفكرة طبعا ما تنفعش. easy سهل ما تنفعش. unhappy غير سعيد ما تنفعش. having something that makes you ill، ان يكون عندك حاجة بتخليك مريض. when you eat لما تاكلها. or touch it means allergic، يبقى عندك حساسية منها. eating نقط، vegetables and fruits makes you healthy، يبقى أكل fresh الفواكه والخضار الطازج بيخليك صحي. he dropped his mobile، هو الموبايل وقع. نقط، it was broken، اتكسر. ولسوء الحظ هتبقى unfortunately الموبايل اتكسر. you should eat healthy food، ينبغي أن تأكل طعام صحي. to get the energy، عشان تحصل على الطاقة you need اللي بتحتاجها. we not with our noses، nose يعني أنف، احنا بنشم بالأنف، يبقى we smell with our noses. would you like نقطي ده عرض، تشرب شاي مع العرض بختار صم، يبقى صم في العرض والطلب. مفيش حد يقول لي ده سؤال، لا ده مش سؤال، ده عرض بعرض عليك. السؤال ده لما اقولك هل يوجد كذا، لكن ده عرض. would you like something، صم في الاثبات والعرض والطلب، وان في النفي والسؤال، وان في النفي ايه والسؤال، مع الاشياء الجمع والمفرد التي لا تعد زي الشاي. I don't have دي جملة منفية، يبقى any free time ما عنديش أي وقت فراغ. to do my hobbies إن أنا أقوم بهوايتي. do you have نقط water، I am very thirsty، هل عندك مية أنا عطشان. يبقى do you have some water ده طلب، يبقى في العرض والطلب some. can I have ممكن، can I have ده برضو إيه طلب. can I have some rice please، ممكن بعض الرز لو سمحت. is there هنا، is there ده سؤال واضح جدا،
is there يعني هل يوجد، ما ينفعش some بقى، أنا بسألك هل يوجد مش بقول لك اديني شوية. is there يبقى أقول إيه much، ما فيش much، يبقى a lot of أو any، الوحيدة اللي تنفع a lot of. هل يوجد a lot of sugar، الكثير من السكر in the coffee في القهوة. I moved to this school، أنا انتقلت لهذه المدرسة last month، الشهر اللي فات. So I have، عشان كده عندي، لسه بقالي شهر، يبقى a few friends، a few قليل العدد، عندي أصدقاء قليلون. My father likes not sugar in this tea، not much، يبقى أبي بيحب القليل من السكر في الشاي مش كتير، يعني قليل للكمية a little، يبقى a few قليل العدد يكفي و a little قليل للكمية يكفي، دي كمية ودي عدد. It is not healthy، ليس من الصحي، to put not salt in your food، to put much salt، يعني مش صحي تحط ملح كتير فين؟ في أكلك، طبعا الملح مضر جدا بالأكل. Children، الأطفال، should drink not milk to have strong bones، يبقى لازم يشربوا much milk، الكثير من اللبن، الكثير من اللبن عشان يكون عندهم عظام قوية. Page 42، صفحة 42. There are not types of healthy snacks at this restaurant، يبقى فيه، عايز أقول أنواع من الوجبات الصحية، الأنواع تعد a little قليل الكمية، ما تنفعش any، ما تنفعش much، ما تنفعش، يبقى a few، a few يعني قليل العدد، في أنواع قليلة من الوجبات الصحية في هذا المطعم. ثم أسئلة يونت 9 على الكلمات ثم على الجرامر. مايا's favorite hobby، هواية مايا المفضلة، is not a scenery، اللي بيجي مع scenery painting، painting يلون، يلون a scenery المشهد. It took her، هو خد منها a long time، وقت طويل، to be able to knot costumes، انها تخيط البدل، يبقى سو يخيط. The things، الاشياء، that happen، اللي بتحصل، الاشياء اللي بتحصل in a film، في الفيلم، are called، الاشياء اللي بتحصل في الفيلم اسمها actions، احداث. When he scored his third goal، لما احرز الهدف الثالث لي، he was excited، هو كان متحمس، excited. In the museum، يعني في المتحف، in the museum، في متحف، I saw a wonderful، الحاجة الوحيدة اللي تنفع portrait، صور مرسومة أو صورة مرسومة، description، وصف، لأ، scenery، منظر طبيعي أو مشهد مسرحي، لأ، script، شبه السيناريو، لأ. I asked my elder brother to note me a musical instrument، أنا طلبت من أخي الأكبر سنا إن هو to note me، عايز أقول يوصي، يبقى recommend، recommend me a musical instrument، يوصي ليا بآلة، إيه؟ بآلة موسيقية جيدة، recommend. Tourists، السياح، visit Egypt، بيزوروا مصر، because it is famous for، يبقى famous بيجي معاها for، لأنها مشهورة بـ its ancient art، بفنها القديم. I am interested، interested بيجي معاها in، أنا مهتم بـ playing instruments، يبقى famous for، interested in، مهتم بالعزف على الآلات الموسيقية. You don't need to pay for this pen، مش محتاج تدفع تمن القلم، it's free، يعني هو بالمجان، هو ايه؟ بالمجان، it's free. I think، اعتقد، it was a nice story، ان هي قصة جميلة، so I recommend، اكيد reading it، ليه مستر reading؟ عشان recommend بيجرى الفعل في ing، recommend بيجرى الفعل في ing. choose، اختار. do you know how، القاعدة بتقولي how to will master، سهلة جدا. She is able، القاعدة بتقول ايه؟ to will master، هي قادرة ترتب اوضتها، ما تساعدهاش. page 43، صفحة 43. can you او do you او are you او have you، على حسب. write a long paragraph about learning foreign language alone، قال له yes I can، ما دام الإجابة yes I can تبقى can you، خلاص الموضوع واضح. لو do you كنا قلنا yes I do، لو are you كنا قلنا yes I am، لو have you كنا كتبنا yes I have. فريد نقط to fix the car، he can do it، فريد قادر يصلح العربية، هو بيقدر يعملها. طب هنا في to، يبقى is able to، ما ينفعش طبعا كان، عشان كان ما يجيش وراها to. how نقط you able to، able to بيجي قبلها am او is or، طب ده سؤال، يبقى how are you able to do that، كيف انت تكون قادر على فعل هذا.
I cannot believe, مش مصدق. That you not say these words, it's very easy. مش مصدق ان انت مش قادر تقول الكلام ده. دي حاجة سهلة جدا. يبقى aren't able to, ان انت مش قادر. دي الوحيدة اللي تنفع. Number 8, رقم 8. How to answer the dialogue question. عايز سؤال. طبعا have you know ما تنفعش. اما اقول do you know مثلا. Are you know, where you know. يبقى do you know. هل بتعرف. ازاي تجاوب على هذا الديالوج. How not you solve this puzzle. How, هل are able to؟ لا، فين الفعل؟ ما ينفعش اقول are able to you، هتبقى how are you able to. دي ما تنفعش، كان فود يو تيجي هنا. are لوحدها يبقى how can. كيف تستطيع ان تحل هذا اللغز؟ how can. It is not difficult، ليس من الصعب. to بيجوها الفعل في المصدر، تمام. to no to sewing، no to بيجوها المصدر ما ينفعش. تبقى to can برضو ما ينفعش. To know how to sew. ليس من الصعب ان انت تتعلم ان تخيط ايه الزي او الملابس او البدل. Unit 10 الوحدة رقم 10. Choose the correct answer. اختار الاجابة الصحيحة. It is a beautiful jacket. يعني هو جاكيت جميل. You look very smart. تبدو انيق. I cover my bed with a nice knot made of linen. بغطي السير بتاعي بملاية مصنوعة من كتان. يبقى شيت ملاية. Sheet, a nice sheet. Do you like, هل بتحب wearing modern or not clothes, ملابس تقليدية ولا ملابس حديثة؟ يعني قال لي حديثة يبقى اختار traditional تقليدي. Heavy clothes, الملابس التقيلة. Help you in winter to keep warm, بتخليك تحس بالدفء. Before going to the club, قبل الذهاب للنادي. I wear my, بلبسي trainers. ما ينفعش نكليس عقد او ساندلز او ايرينجز حلق. يبقى ترينرز كوتش كده مريح عشان اقدر اجري بيه. بيج 44 صفحة 44. Egypt is famous all over the world. مصر مشهورة في كل انحاء العالم. For its good knot. It is an important crop. هو محصول مهم. يبقى كوتون. مشهورة بالقطن الجيد. People often wear some clothes. يرتدي الناس غالبا بعض الملابس. For not occasions. أكيد لمناسبات خاصة أو مميزة. يبقى special occasions. As wedding. كحفل الزفاف. All festivals. أو حتى المهرجانات. أو الأعياد. Before buying any clothes. قبل شراء أي من الملابس. You should try them. لازم تقيسهم. Try them on. يقيس. In the changing room. في حجرة تغيير الملابس. Women usually wear. النساء عادة بيرتدوا ايه؟ To protect their hair. عشان يحموا شعرهم. Headscarves. لا الطرح. Shoes, bags and belts. الأحذية والشنط والأحزمة. Are often made of. غالبا مصنوع من ايه؟ ليزر. ليزر هنا بمعنى الجلد. ثم تدريبات على الجرامر. My mother bought not blanket. أم اشتريت بطانية إيه؟ طبعا عشان ما نتلخبطش في ترتيب الصفات. ناس كتير بتتلخبط فيها. إحنا بنعمل إيه؟ بنحفظ ترتيب الصفات. وصف شكل عمر. نكتبهم كده. وصف شكل عمر. وصف شكل عمر. لون مادة خام. لون مادة خام. ثم شيء. ثم شيء. يبقى عايز أوصف مثلا شيء. أقول وصف. طبعا وصف دي أو حجمة. وصفه ايه او حجمه ايه. اعملها اغنية. وصف وشكل العمر. اللون والمادة الخام. وصف وشكل العمر. اللون والمادة الخام. ثم شيء. ده ترتيب الصفات. طب جاب لك عمر ولون. يبقى العمر قبل اللون. طب لو جاب لك شكل ولون. يبقى الشكل قبل اللون. طب جاب لك لون ومادة خام. يبقى اللون قبل المادة الخام. فانت تبدأ تشوف. تعال كده نحل مع بعض. My mother امي بوت نقط بلانكت. اشتريت ايه؟ بطانية ايه؟ قال لي اول حاجة an orange heavy pretty. لاحظ اللي هنا جميلة. تمام. ده وصف او رأي. ما تنفعش تبقى قبل الشيء على طول. لازم قبل الشيء يبقى ايه؟ المادة الخام ثم اللون ثم العمر ثم الشكل. طب يبقى رقم ايه؟ ما تنفعش. a pretty heavy orange. هنا قال لي وصف ثم heavy ثم orange. هنا قال لي اللون ثم شكلها تقيلة ثم وصفها. يبقى دي أقرب حاجة. طب ليه مش دي؟
قال لي a heavy orange. هنا قال لي a heavy orange pretty. هنا الوصف عكس، المفروض يبقى اول حاجه من الناحيه هنا الوصف a pretty orange heavy، برضو كذلك هنا قال لي الوصف تمام ماشيين، ثم قال لي اللون قبل ايه الشكل، يبقى الوحيده اللي تنفع a pretty heavy orange. a pretty heavy orange يعني اشتهت بطانيه لونها برتقاني تقيله جميله. يبقى نحفظ وصف شكل عمر لون ماده خام. ان وينتر في الشتاء، ان وينتر في الشتاء it is good to wear، من الجيد ان ترتدي. نقط طبعا احنا اخر حاجه بنحطها الشيء، يبقى سوكس الشراب، وهنا سوكس الشراب، لكن هنا الصوف مش هينفع، دي غلط ودي غلط، ليه يا مستر دي غلط ودي غلط؟ عشان هنا قال لي لونج سوكس وول، يبقى انا الشيء جه في النص هو بيجي في الاخر، وانا الشيء جه في الاول فبيجي في الاخر، يبقى احنا استبعدنا بي وسي، نبدا نستبعد ونفكر وما نستعجلش. طيب هنقول لونج وول سوكس، هنا شكله طويل ثم مصنوع من الصوف، يبقى شكل ماده خام شيء، ما ينفعش اقول ماده خام وشكل. ماي جراند فاذر جدي يوزد تو هاف نوت ساندلز، هنا بصف الصندل، صندل مصنوع من الجلد، احنا قلنا اول حاجه بنبدا قبل الشيء الماده الخام، هنا في جلد وهنا في جلد، دي غلط عشان انا قال لي الجلد قبل العمر واللون، وكذلك هنا غلط الجلد قبل العمر. طب هل نختار اولد لايت ليزر ولا لايت اولد ليزر؟ طب نمشي واحده واحده، هنا الماده الخام ان هو جلد، ثم لايت لونه خفيف، واولد قديم، يبدأ عمر لون ماده خام او فاتح، هنا لايت بمعنى فاتح. طيب لايت اولد ليزر فاتح قديم؟ لا، هو قديم فاتح جلد، يبقى صندل مصنوع من الجلد لونه فاتح اولد قديم. السؤال نمبر 4، يبقى نطبق يانج بيبول، يانج بيبول يعني الشباب او صغار السن، يانج بيبول يوجوالي لايك نوت كلوز، بيحبوا ملابس ايه؟ طب نمشي واحده واحده، هل هي كلرفول كوتون مودرن؟ لا طبعا، هنا الكوتون مش بيجي قبل العمر، ودي كمان ما تنفعش، الكوتون مش بيجي قبل اللون، وكمان دي ما تنفعش، يبقى دي سهله الوحيده اللي تنفع دي مودرن كلرفول كوتون، يبقى ماده خام لون ثم عمر، ماده خام لون ثم عمر. الموضوع محتاج بس شويه تركيز، وانا اهدى وانا بحل الجمله عشان ما اتلخبطش. Do you like، هل بتحب نقط جلاسز؟ طبعا بتحب نظاره معدنيه، هنا رقم سي ما تنفعش عشان هي قال لي معدنيه ثم العمر ثم اللون. هنا بلاك اولد ميتال، هنا قال لي اللون قبل العمر، اللون وهنا غلط، المفروض العمر قبل اللون، وبرده هنا غلط، الميتال الماده الخام قبل اللون، يبقى الوحيده اللي تنفع اولد بلاك ميتال، نضاره معدن سودا قديمه. ان ذا باست في الماضي، ان ذا باست في الماضي بيبل يوز تو، الناس اعتادوا ان يلبسوا، عايز اقول ايه؟ نقط روبس ارواب كتان، يبقى دي الوحيده اللي تنفع، قال لي هنا الماده الخام ثم قال لي لونج ثم قال لي لوس، واسعه ثم ايه طويله ثم مصنوعه من الكتان. Our school مدرستنا chose not uniform for this year، اختارت يونيفورم ايه هذا السنة، هل براون بيوتيفول لونج؟ طبعا هنا اللون ما ينفعش يجي قبل الوصف، تمام يبقى دي غلط، A long brown beautiful برضو اللون ما ينفعش يجي قبل الوصف، يبقى الوحيدة اللي تنفع A beautiful long brown، ما فيش مادة خام ما فيش مشكلة، هنا جاب لي اللون والشكل والوصف، يبقى مش شرط يجيب لي ترتيب الصفات اللي هو وصف شكل عمر لون ماده خام، ممكن يشيل لي واحده منهم، الماده الخام لو اتشالت ارتبهم وصف شكل عمر لون، يبقى العمر قبل اللون واللون قبل الماده الخام، وقبلهم كلهم الشكل وقبل الشكل الوصف او الحجم، فاحفظ وصف شكل عمر لون ماده خام. بيج 45 صفحه 45 كان يو جيف مي نقط بوك اي كانت جيت ات، انا مش عارف احصل عليها، يبقى هي اكيد حاجه بعيده او حاجه عاليه، هنا اديني الكتاب ده هو قريب ولا بعيد؟ بعيد، مفرد ولا جمع؟ مفرد، يبقى ذات بوك، مفرد بعيد، ده مفرد قريب ده جمع،
قريب ده جنب بعيد. الوحيدة اللي تنفع ذات، ذاك الكتاب. Not are my dad's shoes. هنا حذاء أبي. I will polish them for him. أنا هلمعهم له. يبقى these عشان جمع. Is not your pen. هل ده قلمك؟ قلمك مفرد. يبقى is this your pen. يبقى المفرد this أو ذات. This قريب وذات بعيد. لو جاب لي زيس بس على المفرد يبقى كتر خيره. طب لو جاب لي زيس او ذات اشوف المعنى، قريب زيس بعيد ذات للمفرد. ثم تشوز اختار. ان يور اوبينيون في رايك. از عمر سويتابل هتبقى فور. هل عمر مناسب فور ذيس جوب لهذه الوظيفه يعني ينفع فيها. يو شود بوت ينبغي ان تضع نقط ان ذا بن في صندوق القمامه. يبقى رابش احط القمامه في الصندوق. تو نقط مينز to put equipment تحط معدات somewhere في مكان ما so it is ready to be used عشان تبقى جاهزة ان هي يتم استخدامها. يبقى install يركب او يثبت. my mobile doesn't work الموبايل بتاعي مش بيشتغل so I asked someone طلبت من واحد to not it to repair ان هو يصلحه. our science teacher مدرس علوم told us اخبرنا that it is important ان مهم to not a lot of trees الكثير من الأشجار to save the environment عشان ننقذ البيئة to plant هنا plant بمعنى يزرع plant بمعنى يزرع. the word lend كلمة lend يقرض أو يسلف is the opposite of the word عكسها إيه borrow يستلف أو يستعير. he refused هو رفض to take part take part بيجي معها إن زريس إن هو يشارك في السباق. scientists العلماء think that بيعتقدوا العلماء بيعتقدوا the climate change التغير المناخي will cause هيسبب many problems الكثير من المشكلات for the environment للبيئة. people should not use chemicals الناس لا ينبغي أن يستخدموا المواد الكيميائية because ليه؟ because لأن زي ده عايدة على المواد الكيميائية زي نقط the environment زي بليوت يبقى المواد الكيميائية بتلوث البيئة. not are used to produce electricity من اللي بتستخدم لإنتاج الكهرباء يبقى السولار بانلز اللوحات الشمسية سولار بانلز. بيج 46 صفحة 46 the traffic is slow اللي يعني المرور بطيء we're not to be late القاعدة بتقول لي are going to will master أو am going to will master أو is going to will master على حسب الفعل يبقى we are going to. he studies hard هو يذاكر بجدية هو يذاكر بجدية. do you think he هل تعتقد ان هو هنا المذاكره بجديه دليل ان هو هيطلع الاول يبقى is going to come first. حتى ولو لو كانت موجوده ما كانتش تبقى حلوه ليه عشان هنا في دليل ان هو هيطلع الاول اللي هو بيعمل اللي عليه. next wednesday next wednesday يعني الاربع القادم. I not to Helgada الوحيده اللي تنفع I am going ساذهب الى الغردقه. فهنا ترتيب not you going يبقى are you going يبقى going بيجي معاه am او is او are you going. when are you going to will master to wash دي قاعدة سهلة. the boys الأولاد the boys الأولاد not in the classroom at the moment في هذه اللحظة يعني دلوقتي at the moment يعني مضارع مستمر مدام مضارع مستمر يبقى are shouting بيزعقوا عشان في at the moment. حتى هنا برضو listen listen يعني اسمع بيجي معاها مضارع مستمر your baby is crying المضارع مستمر am or is are والفعل فيه ing. حمزة intends ينوي حمزة to buy a new laptop ان هو يشتري لابتوب جديد مادام في نية اللي بيعبر عن النية is going to will master نية او قصد او تخطيط. سلمى نقط a birthday party tomorrow it's arranged نقف شوية كلمة هنا arranged حدث مترتب. طبعا احنا شرحنا الفرق ما بين will المستقبل بويل المستقبل البسيط going to والمضارع المستمر لما يعبر عن المستقبل ساعات المضارع المستمر اللي هو is having ده بيعبر عن المستقبل لو الحدث اترتب يبقى في ترتيب في اتخاذ خطوات. لو قلت كلمة arrange الترتيب اختار مضارع مستمر على طول او حد مثلا حجز التذاكر او جهز الشنط. are you not with us to the stadium يبقى are you coming هل هتيجي معنا verb to be الفعل ثم ing هل هتيجي معنا الاستاد احنا اشترينا التذاكر اهو هنا لو رجعنا اشترينا التذاكر يبقى في هنا ايه خد خطوات خد ايه خطوات اشترى تذاكر مثلا.
يونت 12 الوحدة رقم 12. If you don't understand the lesson لو مش هتفهم درس you should ask your teacher ممكن تطلب من المدرس to انه يعمل ايه to explain it again يعني اشرحه تاني explain it again. The opposite of the word fail عكس كلمة يفشل pass ينجح او يكتس. Page 47 صفحة 47. I listen carefully انا بستمع بحرص to my teacher للمدرس and write down وبدون ايه او بكتب ايه notes الملاحظات. One of the mobiles what is to use it everywhere يبقى واحد من مزايا الموبايل ان هو بيستخدم في كل مكان يبقى advantages مزايا. Do you know what she said I don't think she said the truth انا لا اعتقد ان هي قالت الحقيقة يبقى do you believe هل انت مصدق اللي قالته. To get better at something عشان تتحسن في شيء means to improve يبقى get better بتساوي improve الاثنين بمعنى يتحسن. When they lost the final match لما خسروا المباراة النهائية they were شعورهم كان ايه اكيد disappointed خائبين الامل. If you want to get high marks لو انت عايز تحصل على درجات عالية you should not study timetable مع timetable make تعمل جدول مذاكرة. The boy was afraid الولد كان خائف of his father's facial expressions من تعبيرات وجه ابوه يبقى facial expressions when he was angry لما كان غاضب. Do you agree نقط هنا هنا يتفق مع شخص او لا تبقى agree with تدريبات على اللانجوج قاعدة سهلة جدا. Where did you did والفاعل use والمصدر did والفاعل use to a والمصدر يبقى where did you use to والمصدر ما تنفعش طبعا used عشان هنا في did. When you were young أين اعتدت أن تلعب لما كنت صغير water boils المية دايما هقول بتغلي عند درجة 100 درجة مئوية يبقى هنا بتغلي boils. طب ليه يا مستر عشان ده مضارع بسيط طب ليه حطيناها في المضارع البسيط عشان دي حقيقة يبقى الحقيقة في المضارع البسيط والمضارع البسيط مع هي او شي او ات او اي اسم مفرد بحط للفعل اس. وات نقط ناو ناو يعني الان ده سؤال في المضارع المستمر يبقى بحط ام ويز ار والفعل والاي ان جي يبقى وات ار يو دوينج ناو صيغة سؤال. وين اي فوند ماي ماذر لما اتصلت بامي شنو اتلانش هي كانت بتعمل غدا فانا عطلتها سابت الغدا عشان ترد عليا يبقى وين الاتصال قطع عمايل الغدا يبقى وين ماضي بسيط ماضي مستمر يبقى الماضي المستمر الغدا كان بيتعمل وانا باتصالي قطعته يبقى وين بسيط مستمر. وير يعني اين وير نوت يو سبند لاست ويكند هنا ده ماضي بسيط عرفنا منين عشان في كلمه لاست لاست بمعنى السابق لاست بمعنى السابق يبقى الماضي البسيط بختار معاه ايه ديد والفاعل والمصدر ديد والفاعل والمصدر. نيكست سمر هوليداي الاجازه اللي جايه مستقبل يبقى اي ام جوينج تو تيك انا سوف اخذ في نيه ان انجلش كورس هي نيفر نوت عربيك ده مضارع بسيط في نيفر هنا يبقى سبيكس. طب ليه ما اخترناش سبيك رغم ان هو مضارع بسيط عشان هي او شي او ات او اي اسم مفرد بختار مع الفعل اس او اي اس او اي اي اس. بيج 48 صفحة 48 صح الخطأ. If I go to the shops هنا if جي بعدها مضارع لو انا هروح للتسوق I spend a lot of money اقول هصرف الكثير من المال ده حالة اولى if مضارع will مصدر حدث متوقع يبقى will spend. My little brother اخي الصغير sometimes احيانا eats a little grapes هنا حبات العنب ما اقولش a little اقول a few قليل للعدد. What's those small thing by my chair طبعا ايه الشيء الصغير ده اللي جنب الكرسي بتاعي يبقى هنا هقول this او that الاتنين يمشوا عشان مفرد اللي جنب الكرسي اعتقد انه مثلا جنب الكرسي او انا قاعد على الكرسي فقريب مني this او that مفيش مشكلة. طبعا those او that للجمع you shouldn't be جوه المصدر you shouldn't swim in the sea لا ينبغي ان تسبح في البحر if it is very cold لو الجو بارد. ليلى likes a few milk اللبن لا يعد يبقى ليلى بتحب لبن قليل but not very much بس مش كتير تبقى a little
قليل الكمية، اللبن تبقى ليتل. The boy الولد and his father وابوه are going to بيجوا على مصر. Going to watch هيتفرج على فوتبول ماتش. If we go out لو احنا خرجنا we be able هتبقى we are. ما فيرب تو وي في المضارع am او اذا ار. We are able to go to cinema هنقدر نروح للسينما. لارا بلاي تنس at 4 o'clock tomorrow. لارا هتلعب تنس الساعة 4 بكرة. طب يا مستر نحط ايه ده؟ هنعتبر ان في اتخاذ خطوات is being. اصل فكرة المستقبل دي ممكن will ممكن going to ممكن المضارع المستمر. هنا حدد لي الميعاد بكرة، فهنا في اتخاذ خطوات في تحضير، يبقى is being مضارع مستمر يعبر عن المستقبل. وين هو ده؟ وين مضارع والمصدر visits عشان هو ده بيجي مع الفعل في اس. لما هو ده هزور القاهرة شو buy new shoes هتشتري حذاء جديد، يبقى حدث متوقع. I don't like أنا ما بحبش this soup الشوربة دي. This too many salt لا much فيها الكثير من الملح، يبقى much الكثير من للكمية. طيب many الكثير من للعدد، والملح لا يعد والملح لا يعد. How about بيجرى ing يبقى how about listening. ما رأيك في الاستماع؟ To how your cat makes a noise ازاي قطتك بتعمل دوشة. How about ing طب could you بيجرى المصدر، يبقى could you bring could you بيجرى المصدر. حسن not use the internet when he is older when عندما ده مضارع، يبقى ده will أو want. هنا not use تبقى won't use يعني منفية، مش هيستخدم النت لما يكبر. I also eat not rice and pasta أنا بأكل a lot بس لا a lot of a lot بيجمع of بأكل الكثير من الرز والمكرونة. It's a long striped snake بلاستيك لا هي بلاستيك سنيك المادة الخام قبل الشيء. ثعبان مصنوع من البلاستيك. When I was 3 years old لما كان عندي 3 سنين I didn't used to be a master go لم اعتاد ان اذهب الى ايه المدرسة. used to be a master. منى look online for a new phone when she gets home هنا وين هنا مضارع هنا will والمصدر. منى هتدور او هتبحث في الانترنت على تليفون جديد لما تصل البيت. I like انا بحب this smart red cotton t-shirt ده مفرد التيشيرت مفرد يبقى this للمفرد وthis للجمع. shall I be هو المصدر shall I bring اسلوب من اساليب الاقتراح ممكن احضر بعض الكيكه او الفاكهه. can I have ممكن يكون عندي او can I have some more sugar please there is يعني ممكن شويه سكر مفيش سكر كفايه في الشاي يبقى not enough دي الوحيده اللي تنفع not enough لا يوجد سكر كافي في الشاي. بيج 49 صفحة 49 وامتحان مهم جدا من كتاب الورك بوك كتاب التدريبات على نهاية الفصل الدراسي التاني. السؤال الأول listen and choose the correct answer from A B C اختار الإجابة الصحيحة من الاختيارات. هنسمع ونختار. أميرة and Angie. أميرة hi Angie do you know how to cook yes I can cook a few things Yes, I can cook a few things. What do you want to make? Shall we make a cake for Hala? Shall we make a cake for Hala? It's her birthday tomorrow. Good idea. She likes healthy food. So if we want to make her something healthy, we should make a carrot cake. Okay, we will need a recipe. Here is one on my phone. What do we need? We need some flour, a lot of carrots, a little sugar and some eggs. Good, I think we have all of those. What shall I do, Amira? Perhaps you could mix the flour and the sugar in a bowl. Angie, I'll cut the carrots. Okay, how old is Hala be? She is 14 tomorrow. يبقى لما نيجي نحل الليسن الأفضل أقرأ الأول وأفهم الفكرة وبعد كده حل عشان ما تلخبطش. السؤال الثاني محادثة. Complete the following dialogue. اكمل المحادثة الآتية نقراها كلها مرة واحدة نفهم الفكرة وبعد كده نحله. باهر وفارس. باهر فارس I was wondering if you would like to come to my house today to work on our school project.
بتساءل لو تقدر تيجي النهارده لبيتي عشان نعمل المشروع المدرسي. قال له جريت، رائع. وات؟ وقال له سؤال، قال له around 7، حوالي الساعة 7، we could research some information together، ممكن نعمل بحث مع بعض على المعلومات. يبقى هيسأله عن الوقت. قال له سؤال، قال له I think، أعتقد it's better، من الأفضل if we use the computer، لو استخدمنا الكمبيوتر. books، الكتب، won't give us all the information we need، الكتب مش هتدينا كل المعلومات اللي احنا هنحتاجها. يبقى بتفضل ايه، الكمبيوتر ولا الكتب مثلا؟ That's true، عندك حق. It's a lot to look at different websites، يبقى أكيد إنه فكرة جيدة مثلا تبص على مواقع مختلفة. Would you bring some paper، ممكن تجيب ورق؟ قال له Why do you want them، ليه هنحتاجهم؟ We are going to do online research، احنا هنعمل بحث على الانترنت. ثم قال له جملة، قال له رد We need to take notes، محتاجين ناخد الملاحظات. يبقى واحدة واحدة، هنا قال له الساعة 7، هتبقى إمتى الوقت؟ يبقى What time، ايه الوقت؟ Do you want to come، الوقت اللي عايزني اجي فيه؟ قال له الساعة 7. سؤال اجابته I think، من الافضل ان احنا نستخدم الكمبيوتر، الكتب لا مش حلوة. يبقى which do you prefer to use، بتفضل تستخدم ايه؟ مثلا الكمبيوتر اور بوكس؟ فقال له لا الكمبيوتر افضل. ثم قال له عندك حق، اتس ا جود ايديا او اتس ا جريت ايديا، يعني فكره رائعه او فكره عظيمه. قال له اجيب معايا ورق؟ قال له ليه الورق، احنا هنبحث على النت. قال له مثلا وي نيد، هنا ما خدناها، هنا وي نيد تو تيك نوتس، محتاجين ندون ملاحظات. قال له يو ار رايت، عندك حق، احنا محتاجين ندون معلومات مهمة، محتاجين ندون معلومات مهمة. بيج 50، صفحة 50. When we taste food، لما نتذوق الطعام، our mouth tell us if the food is sweet، الفم بتاعك بيبعت لك ويقول لك هل الطعام ده حلو، salty، مالح، or spicy، مشطشط او في توابل. But why do some people like some types of food، ليه بعض الناس بيحبوا بعض انواع الاطعمه and not others، ومش الاطعمه الاخرى. There are many reasons، في اسباب عديده. For example، على سبيل المثال، some people don't like a type of food، بعض الناس ما بيحبوش الطعام، because they remember being ill after they ate it، بيعتقدوا او بيتذكروا ان هم هيبقوا مرضى بعد ما ياكلوا، بيخافوا منه. However، ومع ذلك، it is believed that، من المعتقد، you can change what you like، ممكن تغير الحاجة اللي انت بتحبها. We often don't like unusual food، احنا غالبا ما بنحبش الأطعمة الغريبة، because our brain، عشان مخنا doesn't understand it، مش بيفهم الطعم أو الشيء ده. So لذلك، if you want to start liking food، لو انت بدأت تحب طعام that is healthy، صحي، such as، مثل green vegetables، الخضار، you should eat it more often، تاكله كتير. Then your brain will recognize، مخك هيتعرف عليه. recognize هنا بمعنى يتعرف، هيسألني في معناها. You can also train your brain، ممكن تدرب مخك not to like something، ما بيحب الشيء أو ما يحب الشيء. For example، على سبيل المثال مثلا، many people، كثير من الناس، who stopped putting sugar، اللي توقفوا عن وضع السكر، on things، على الأشياء، وجدوا after a time، بعد وقت، that they didn't like sweet things، مش بيحبوا الحاجات الحلوة. يعني مثلا واحد بيحب شاي مسكر، يحب بسبوسة، طب لو قعد مدة طويلة ما ياكلش الحاجات اللي فيها سكر دي، بعد شوية هتلاقيه ما بقاش يحبها. يبقى لازم تعود مخك. So لذلك، if you like sweets، لو انت بتحب الحلوة and don't like vegetables، وما تحبش الخضروات، you should train your brain، لازم تدرب مخك to eat، ان ياكل more healthily، يعني ياكل بصورة اكثر صحية. تدريب المخ بيأثر جدا. اسئلة القطع، نوعين من اسئلة القطع، choose، اختار، وانسر، اجب. Some people، بعض الناس، don't eat certain food، مش بياكلوا طعام محدد، because they، ليه؟ هل هم ate it before and liked it، اكلوا قبل كده وحبوه؟ لا، ate it، اكلوا and didn't like it ومحبوهوش، ولا didn't try it before. يبقى بعض الناس مش بياكلوا أطعمة أو مش بيحبوا ياكلوا أطعمة معينة عشان هم ما جربوهوش قبل كده. تبقى للقطعة، فانت جرب الطعام وممكن تلاقي نفسك ايه، هتتعود عليه وتحبه. Some people told them that it wasn't tasty، عشان بعض الناس قالوا لهم ان هو مش صحي، لا طبعا، او مش لذيذ.
يبقى طبقا للقطع ان هم ما جربوش فجربوا. What do you think the word recognize means؟ ايه معنى كلمة recognize؟ recognize يعني يتعرف على، هتبقى know because you have seen it before، بتعرفه عشان شفته قبل كده. If you want to stop liking unhealthy food، لو انت حاولت تبطل اكل الطعام الغير صحي، eat healthy foods instead، تمشي اكل طعام صحي بديل. stop eating this type of food، توقف عن اكل هذا النوع برضو تمشي. eat this type، كل هذا الطعام غالبا. لا يبقى A و B، يبقى A و B يعني A و B صح. فقبل ما اختار رقم A اشوف الاختيارات كلها. السؤال الثاني answer اجب. why do people often not like unusual food؟ ليه الناس غالبا ما بيحبوش بعض الاطعمه الغريبه؟ هقول ايه؟ because our brain، لان مخنا doesn't مثلا recognize it، ما تعرفش عليها، او doesn't understand it، ما فهمهاش، ما جربهاش وما فهمهاش. ممكن تكون كمان حاجات كويسة. doesn't understand it. why do you think، ليه بتعتقد people trained their brains not to like sugar؟ ليه الناس دربوا مخهم ان هما ما يحبوش السكر؟ هقول because sugar، لان السكر is bad، هو سيء، for our health، لصحتنا. السموم البيضاء اللي هي السكر والملح سيء لصحتنا. page 51، صفحة 51. choose، اختار. if you feel ill، لو انت تعبان، you know what a doctor، هنا بنصحك يبقى you should see a doctor. if مضارع should والمصدر، طب ليه مش will؟ دي جاي في صورة نصيحة، الافضل والاصح should، تعبان شوف الدكتور. my grandfather، جدي، had an accident، حصلت له حادثة، when he was younger، لما كان أصغر سنا، and now he not walk very well، ودلوقتي هو مش قادر يمشي كويس، يبقى هو مش قادر. طبعا كلمة can't talk to ما تنفعش، can't ما يجيش مع to، doesn't know ما ينفعش أقول doesn't know to، على طول doesn't know how، يبقى is not able، دي الوحيدة اللي تنفع، هو مش قادر، دي الوحيدة اللي تنفع. please لو سمحت don't put نقط salt on my food، I don't like it، يبقى any، ما تحطش ملح خالص في طعامي انا ما بحبوش، يبقى any. طارق is not very hungry، طارق مش جعان جدا، so he only wants نقط rice، هو عايز ايه؟ قليل من الرز، يبقى little، قليل للكمية عشان مش جعان. منى knows، knows how to والماستر، knows how to والماستر، بتعرف ازاي ترسم. this email in is in Spanish، الايميل ده بالاسباني. are you able to، هل انت هتقدر ترجمه؟ يبقى translate it for me، ممكن تترجمه عشاني، translate يترجم. وليد can't come out this morning، مش هيقدر يخرج، because he needs to be جواها المصدر. طب الاربع مصدر، تو نقط a delivery، هو محتاج ايه للدليفري؟ باي، يشتري، ما ينفعش باي فور، يبقى باي فور، يدفع ثمن الدليفري. سيف ما ينفعش، وسبند ما ينفعش. بيبول، الناس، هو دو سبورت، اللي بيقوموا بالالعاب الرياضيه، لايك تو ايت رايس اند باستا، بيحبوا ياكلوا الرز والمكرونه، بيكوز زي جيف ذيم لوتس اوف، هو الرز والمكرونه بيدينا ايه؟ انرجي، طاقه طبعا. before you fry food، قبل ما تقلي الطعام، you should not some oil in a pan، you should heat، سخن، بيقول له سخن الزيت في طاس، او اتقح الزيت، قطح الزيت. جودز ليتل سيستر، اخت جودي الصغيره، هيرت هير هاند، ايديها اتجرحت، اند ستارتد اكيد كراينج، بدات في البكاء، بدات في البكاء من طبعا من ايه؟ من الالم. السؤال الخامس صحح. رامز، طبعا هنا سؤال غريب شويه، read and complete with the correct form of these words، هنا جيب لي مجموعه الكلمات، حط الكلمه في المكان بس اكتبها بالصيغه الصحيحه. هنا visit يزور، add يضيف، invent يخترع، act يفعل. رامز نقط saves a lot of water، بيوفر الكثير من الماء، and helps the environment، وبيساعد البيئه. يبقى رامز invention، اختراع سامي، invention. طب ليه مستر مش invent، ده فعل، انا عايز اسم اختراع رامي، او هنا اختراع رامي، بيوفر الكثير من الماء وبيساعد البيئه. the story was very slow، القصه بطيئه جدا، and there was very little، وفي هقول little action،
عايز نون برضو. في حدث قليل don't not too much salt. هنا don't بيجوها المصدر خلاص don't add ما غيرش فيها ما تحطش او ما تزودش ملح كتير it's unhealthy. Rehan is not the museum next weekend. Her mom gave her tickets. امها جابت التذاكر مدام جابت التذاكر ده خطوات ده ترتيب يبقى لما الاقي كلمة في الجملة بتعبر عن اتخاذ خطوات للحدث بحط زمن المضارع المستمر يبقى is visiting ما ينفعش احط is going to visit غلط. طب ليه يا مستر مش ده مستقبل؟ هو كلمة going to نية او قصد او تخطيط او مستقبل قريب عندي نية لكن هي خدت خطوات خدت خطوات بحطها في المضارع المستمر اللي هو verb to be والاي ان جي. اخر سؤال مفيش مكان فيها نكتبه في الخارجية بس نشوف بس هنقول اكتب يا اما مقال قصير من 90 ل 100 كلمة عن كتاب او فيلم او مكان زرته او اكتب ايميل من 90 ل 100 كلمة عن مشكلة بيئية انت سمعت عنها. طبعا هنا الايميل مش جايب لي from و to subject يعني هبعته لمين من مين واسم الراسل واسم المرسل يبقى هنكتب ده. طلعوا ورقة معايا واكتبوا معايا افهموا الفكرة وبعد كده اعملوه لوحدك. ممكن نكتب عن مثلا عن كتاب او عن فيلم او عن مكان زرته. هنتكلم عن فيلم مفضل. نكتب اول حاجة العنوان في نص السطر. A review of my favorite film. مقال نقدي عن فيلم المفضل. هنسيب مسافة هنا في اول سطر ونبدأ نكتب من هنا. نعمل مثلا مقدمة نبدأ بحرف الاول كابيتال. I like watching films بحب مشاهدة الأفلام. My favorite kind. تاني سطر بقى من الأول خالص. Of films is adventure films يبقى الأفلام المفضلة ليا هي أفلام المغامرة. Adventure إيه؟ films أفلام المغامرة. They are very exciting. هي شيقة جدا. أبدأ بقى أختار إيه فيلم أنا بحبه. ممكن أقول إيه جوراسيك وورلد. هنا عشان عنوان لفيلم أو اسم الفيلم نحطه بين علامات تنصيص. Is one of هو واحد من my favorite films أفلامي المفضلة. هو واحد من أفلامي المفضلة. It's an adventure film هو فيلم مغامرة. لو أنا عارف اتعمل إمتى هقول it was made اتعمل in 2015 اتعمل في 2015. It is about هو عن a theme park حديقة أو متنزه. It was أو it is about a theme park where حيث نبدأ بقى نتكلم بقى عن الفيلم. Where scientists حيث العلماء have helped ساعدوا dinosaurs الديناصورات to live أن تعيش again يعني مرة أخرى again يعني مرة أخرى then ثم some of the dinosaurs بعض الديناصورات escaped هربوا. اقول بقى رأيي I think اعتقد I think اعتقد ممكن اعتقد the action الحدث is exciting شيق and my favorite
thing الشيء المفضل ليا is the scary dinosaurs. بقول وجهة نظري الديناصورات المخيفة the scary dinosaurs. They look very real. يبدو ان هم واقعيين. طب في الاخر ممكن اختم اقول I recommend انا بوصي watching بمشاهدة this film. دي الفكرة. عايز تتكلم عن فيلم، عايز تتكلم عن قصة زي روبنسون كروسو، مفيش مشكلة، اللي هي على الجزيرة وكذا، زي The Old Man and the Sea، الرجل العجوز والبحر، دي صح ودي صح، وفي الآخر تقول رأيك. وبكده يبقى خلصنا الجزء الثاني من كتاب A Week is Enough، سنة تانية إعدادي. قريبا إن شاء الله هنزل الامتحانات بالكامل. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكم كل جديد، ولو في حاجة مش واضحة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.